تحت عنوان القراءة حياة، بيستقبل المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 52 المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة وحالة من الرضا بتنتاب المواطنين لليوم الرابع على التوالي لتنوع الكتب وأسعارها. المعرض جميل، المكان متميز، نظيف، بيسهل على الناس حاجات كتيرة جدا، خاصة الباحثين. أنا متعود أجي كل سنة بس عشان بحب أشتري كتب وروايات، فأنا بختار، أنا بحب الروايات اللي هي الرعب. المميز في تنظيم كويس جدا، احسن من زمان. تاني حاجه برضو الترتيب والجوده بتاعه الكتب او الاسعار كمان تناسب الجميع، يعني ممكن لو حد مثلا عايز يجي يشتري ممكن اشتري كتابين ثلاثه وفي نفس الوقت مناسبه للحياه الاجتماعيه دلوقتي. دي فرصه بتبقى حلوه جدا انك انت بتشوفي مثلا ايه كتب جديده نازله في وزاره التعليم، التربيه والتعليم منزله برضو بارتيشن كبير بيفهموا الناس ايه هو التعليم عن بعد. طبعا انا جاي هنا النهارده علشان اشتري كتب وازود من معلومات العامه، انا بحب اشتري قصص دينية ومعلومات عامة. احنا بنيجي على طول المعرض كل سنة، وانا والولاد وجوزي، وتجربة جميلة ممتعة بصراحة يعني، واحنا بنشجع حتى الولاد عليها يعني. المعرض في هذا العام معرض طيب جدا، ومما يميزه انه منظم بطريقة جميلة جدا، وفي مراعاة لجميع الزوار من الصغير إلى الكبير. أنا بشارك في المعرض من حوالي من سنة 92، فما أقدرش أتخلف عن معرض القاهرة الدولي، أحد أكبر معارض في العالم، ويعتبر أهم سوق للكتاب في الوطن العربي، ويمكن تاني سوق للكتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت. اللي بيميز المعرض السنة دي إتاحة الشراء إلكترونياً، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D. Watch it، ما تخليش حاجة تفوتك.